مرحبا بكم في قناة مطبخ تلمسان. اليوم جيتكم بنصائح اللي قدمها طبيب من ولاية بليدة لتقوية جهاز المناعة، ومن بين هات النصائح نصحنا بشرب عصير ليمون والبرتقال. وانا هدي عامين ولا اكثر عملت لكم هذا العصير في القناة ديالي. نخليكم على النصائح وموره مباشرة راه الفيديو تاع العصير. وبالمناسبة أقدم تحياتي الخالصة لكل ناس بليدة باسمي وباسم كل ناس تلمسان، كلنا معكم ناس بليدة. ربي يحميكم، ربي يحفظكم، ربي يعافيكم ويعافينا إن شاء الله، ربي يشفيكم ويشفي كل مرضانا، وربي يرحم كل موتانا وموتى المسلمين، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي اليوم حابين نتكلم معكم كطبيب باش نعطيكم بعض النصائح لقوة جهاز المناعي. ونبداو بلو جو دو سيترون، هاو لو سيترون داري نعصرو، لكن حبيت نضيف له القشرة تاع القارص، سي لو زيست اللي فيه لويل اسونسيال. هاد لي دو كي نجمعوهم يعطونا بلوس دو فيتامين سي. نزيدو نقدرو ثان ناخذو لي زورونج، نديرو ان جو دورونج. نتوما على بالكم بلي القارص والتشينا موجودين في الولايه دو بليده، سورتو في هذا الوقت هذا اللي رانا فيه. نزيدو نروحو الغذاء الملكي اللي دوك انا باغ اكزومبل سي سكو جو برون، غذاء الملكي نخلطوه مع العسل ونغلفوه بيان سور بابي الومنيوم ضد الضوء. وهذا كان معروف بلي قوي جهاز المناعي. ونعرفوا بلي في لاجول رويال كاين لا 10 HDA، وهذه لا 10 HDA تقوي جهاز المناعي. نزيدو نروحو للعكبر، لا بروبوليس اون بودر محليه، هذه ثاني كنخلطوها بالعصير وناكلوها. الكل نعرفو بلي لا بروبوليس تقتل لي ميكروب لي شامبينيون اي لو فيروس. لكن الحاجه اللي مهمه اليوم اللي نقدر نتكلم عليها سي لي فلافونويد. لا بروبوليس تقوي لو نومبر دو ماكروفاج وتقوي لو نومبر لا كونتيتي دونتيكور، دونك تقوي المناعه. لكن حبيت نعاود نقدروا مثلا العسل، دوك الوقت اللي رانا فيه دي فوا واحد غير يسعد شويه يروح يجي لوبيتال قال عندي عندي الكورونا فيروس ولا نو، يقدر ياخذ غير شويه عسل. بالك سي جوست اون بتيت غريب بلا ما يكثر، صاف الى لا تمبيراتور كبرت وكاع وهذه نقدر نولي ليها. لكن الحاجه الاساسيه اللي ماذا بيا نعاود نولي ليها، سورتو راح جاي رمضان يا خوتي، ريحوا في دياركم. لو كل الجزائريين ريحوا في ديارهم ولو 15 يوم، ما فيها والو 15 يوم، ونعقبوا كامل رمضان سوا سوا. لكن لو نكملوا هكا يقدروا يروحوا لنا احبابنا ويروحوا لنا اهلنا، ورمضان ما نعقبوش كيما رمضان اللي فاتوا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سير نحتاج الى نصف كيلوغرام من البرتقال، ونصف كيلوغرام من الليمون، و450 غرام من السكر العادي. بالنسبة للسكر تكون الكمية تتراوح بين 400 غرام إلى 500 غرام، كل واحد على حسب الذوق ديالو. إذا في أول مرحلة ناخدو الحبة تاع البرتقال ديالنا ونبداو نقشرو فيها، نفدو مبشور الليمون والبرتقال ديالنا تاع كام هاد الكمية ديالنا. نبداو نعملو بهاد الطريقة، نسيو كي نعملو مبشور البرتقال والليمون ما نعملوش حتى الأبيض. لي عنده الحكاكة من النوع الرقيق يعمل بها، وانا نفضل الطريقة الثانية هي اسرع. نفض الحبات البرتقال ديالنا ونحيلها المبشور بهذه الطريقة باللي نقيو به البطاطا، نحيو بها القشور ونفوتها في الخلاط الكهربائي. هذه العملية تكون بسرعة اكثر. وهنا قشور البرتقال ديالنا تكون رهيفه. اذا نكمل كامل الكميه تاعي، نقشرها. قشرت كامل الكميه ديالي، ها هو قشرت كامل البرتقال والليمون اللي عندي. نسيت ما قلت لكمش باللي قبل ما نرفدوا البرتقال ونقشروه والليمون نغسلوه جيدا ونعاود نشفوه عاد نعملوا العمليه المبشور. اذا ها هو تحصلت على المبشور ديالنا بالنسبه للليمون والبرتقال. دونك نجوزو نطحنوه.
وهاد المرحلة نقدروا نستغناو عليها، اللي ما عندوش طحانة كهربائية يستعملها يدويا. اذا خدمنا البشور ديالنا نوضعوه في الطحانة الكهربائية ونطحنوه رقيق جدا. وشور البرتقال ديالنا والليمون صبحوا رقاق، اذا نرفدوهم ونضيفهم الى السكر. اذا كميه السكر حسب الرغبه، كاين ناس اللي يقولوا كميه السكر ليها بزياده. لا، علاش؟ على خاطر هذا العصير فيه يعني قشور البرتقال والليمون اللي يعطينا في العصير ديالنا شويه تاع الضوء حتى المروره. اذا الكميه تاع السكر تكون شويه كبيره، نعمل كل كميه تاع السكر كميه عفوا تاع المبشور الليمون والبرتقال نعاودوا في المرحله الثانيه نفدو كل كميه تاع البرتقال والليمون ونعصروها ونضيفو لهم العصير فوق هاد السكر والسكر والقشور. اذا دروا نفدو البرتقال ديالنا والليمون نقومو بعمليه العصر، يعني نفدو العصير تاعهم. هنا راني ماشي نستعمل الين الكهرباء، واللي ما عندوش يقدر يستعمل بالعصاره اليدويه. نبدا نعصر كامل الكميه تاعي، نزيد كامل الكميه، نكمل بهذه العمليه، نكمل بهذه الطريقه حتى نكمل كل حبات اللي عندنا. نعاود نضيفوا العصير الخليط تاعنا اللي هو السكر والقشور الليمون. نعاود نرجعكم فيما بعد. نكمل، راني عاود رجعت عصرت كامل الكميه تاع البرتقال والليمون وفرغت على الخليط اللي كان عندنا تاع السكر والقشور، ونبداو نحركو في الخليط ديالنا ونسيو باش نذوبو السكر ديالنا بهذه الطريقه. هذا العصير هو عصير جد منعش سورتو في فصل الصيف، نتمنىكم تجربوه تردوا عليا الخبر. وانه عصير اقتصادي، واللي فيه مهم اكثر هو انه عصير جد صحي. كي نكمل هذه المرحله ما دابينا لا يكون عندنا ميكسر في الدار، زيدوا نطحنوا هذا القشور مع العصير باش تطلق البنه اكثر، واللي ما عندوش استغناو عليها. اذا ناخذ فيلم اليمونتير نغطيو على الخليط ديالنا، وما دابينا نخليوه في الثلاجه لمده ليله كامله باش يطلق معنا. وغدا ان شاء الله انا نعملو في الثلاجه ان شاء الله، وغدا ان شاء الله نتلاقاو باش نكملو طريقه التحضير تاع العصير ديالنا. ها هو الخليط ديالنا باقي معنا ليله كامله في الثلاجه، وكنت مره على مره نخلط فيه باش السكر تاعنا يذوب. دروك نفوتو مرحله نصفيه التصفيه. هنا ناخذ مصفات تكون من نوع رقيق، وهنا خديت كاس مدرج باش نشوفوا تقريبا شحال تحصلوا على كميه من مركز البرتقال العصير ديال المركز وليس العصير. اذا هاي المصفات ناخذوها نبداو العمليه تاع التصفيه. بسم الله. هنا ما كنت عملت كميه كبيره من المقادير، يعني كنت رفدت غير كيلوغرام واحد خليط بين البرتقال والليمون باش تجربوا المره الاولى. نعملوا غير كميه قليله، ولا جاتكم مليحه الوصفه يمكن تضاعفوا المقادير. اذا هكذا نبداو الطريقه، نبداو نعصروا بين صفيوه ونصفيو. وهاد القشور ديالنا من تحصلنا عليهم ما نسيبوهمش، نقدروا نستعملوهم في عده استعمالات، مثل نستعملو بهم فيهم في الكيك، ولا نستعملوهم في عندنا حل الوصفه دوك ان شاء الله هنا نعملها فيديو اللي هي غريبيه بالسميد وجوز الهند، ونستعمل هاد القشور. واذا نخبيوهم في المجمد ووقت الحاجه نستعملوهم نسمو بهم الحلويات ديالنا. جاني بالتقريب حوالي 800 مليلتر، يعني تقريبا لتر من مركز البرتقال ب
واحد كيلوغرام من الحوامض. اذا هذا المركز الان خلطوه بالماء، مثال نفدو كاس كبير ونخلطوه مع الماء. هنا نخلي لكم الاختيار لكم، كل عائله وكيفاش تحب. كاين العائلات اللي يحبوا العصير ذو تركيز عالي، وكاين العائلات اللي يحبوه خفيف. اذا دوك نخلطوه مع الماء ونشوفوه ان شاء الله جاهز. العصير ديالنا اصبح جاهز معنا. انا اخذت واحد كاس من هذا الحجم اللي هو كاس يفد 250 مليلتر في واحد لتر من الماء. وكما سبق لي وقلت باللي هذا الشيء بقى حسب الذوق. اذا كميه العصير جاتنا حوالي 4 لتر من العصير جاهز. نشوفوا العصير ديالنا كيفاش جا القوام ديالو، وهو عصير جد منعش. ان شاء الله يعجبكم، وفي فيديوهات اخرى ان شاء الله دوك نعملوا العصير البرتقالي وحده، وفيديو اخر دوك نعملوا عصير الليمون وحده. نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر ان شاء الله.